وللوقوف على آخر التطورات الخاصة بالحرب الصهيونية على قطاع غزة وتداعيات الأوضاع الإنسانية مع استمرار المجازر ضد المدنيين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان المحلل السياسي الفلسطيني السيد حاتم الهرش، كما سيكون معنا عبر زوم من مدينة جنين الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمود خلوف القضاء. مرحبا بكما معي أستاذ حاتم، أرحب بك معنا. أهلا بك، حياك الله. أرحب بك أيضا دكتور محمود معنا عبر زوم. مساء الخير، الله يعطيكم العافية، بارك الله فيك. حياك الله دكتور. أولا أبدأ معك دكتور محمود بذلك الرد الذي جاء على لسان الناطق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، وهذا ليس غريبا في ضوء مجموعة كبيرة من التصريحات السابقة والدعوة إلى قتل الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك. يعني هناك غطاء سياسي دبلوماسي إعلامي وعسكري أيضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما زال مستمرا بشكل كبير من الحليف الأمريكي. كيف تقيمون هذه النقطة؟ أنا أقيم بأن أمريكا تتبجح وتتجاوز الخطوط الحمر في موضوع التغطية على الإبادة الجماعية. قبل أسبوع وقبل 10 أيام سمعنا تصريحات متقاربة، إذ أن كيربي وعدد من المسؤولين الآخرين قالوا أن الإدارة الأمريكية تأكدت من أن قصف الخيام وقصف المدنيين في مناطق اللجوء ومدارس الأونروا لم تتجاوز فيه إسرائيل الخطوط الحمر. مثل هذه التصريحات تدفع الجيش الإسرائيلي للتمادي وللقتل دون خوف، وهو يدرك بأن الفيتو حاضرا وأن الغطاء الأمريكي في مجلس الأمن قد يوفر لهم الحماية، ولكنهم يعتقدون بأن لغة العربدة من قبل مجموعة من النواب ومن قبل الإدارة الأمريكية تجاه محكمة العدل الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تحرف مسار العدالة، ولكن هذا لا يمكن على الإطلاق أن يتم. العدالة ليست مفصلة لا على مزاج بايدن ولا على مزاج بنيامين نتنياهو، والعدالة لا تنظر إلى مصالح بايدن الانتخابية، ونحن نتحدث عن نصوص واضحة أقيمت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. وكذلك هناك نظام معروف، نظام روما، الذي بموجبه يتم حكم عمل أو التحكم بمسار عمل هذه المحكمة، كما أن محكمة العدل الدولية هي جاءت للدفاع عن هيبة القانون الدولي وهيبة القانون الدولي الإنساني. نعم. ولا تعطي استثناء لا لإسرائيل ولا لأمريكا ولا لبايدن ولا لنتنياهو. ولذلك تعترض إسرائيل أو لا تأخذ بهذه القوانين وتدخل في حيز أن تكون دولة أستاذ حاتم منبوذة ومارقة بكل المقاييس، وخاصة بعد إدراج الأمم المتحدة جيش الاحتلال في القائمة السوداء لمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال في مناطق النزاع. هذه واحدة من نقاط إساءة الوجه لإسرائيل في هذه الحرب. كيف تقيمون هذه الخطوة أستاذ حاتم؟ سيد حاتم تسمعني؟ نعم أسمع كلامك. هل استمعت إلى سؤالي أم أريد نعم السؤال؟ استمعت إلى السؤال. التحية لك وللمشاهدين وللضيف. في واقع الأمر يعني بكل أسف هناك استمرار للعربدة الإسرائيلية بغطاء أمريكي متواصل. يعني قبل أيام الأمريكيون كانوا قد سنوا قانونا في مجلس النواب الأمريكي، والآن ذهب إلى مجلس الشيوخ ليصبح قانونا كاملا يحق لأمريكا من خلاله أن تقاضي الجنائية الدولية. تخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية سيدة العالم تقاضي الجنائية الدولية وتقاضي هيئة أممية، ما الذي يعني ذلك؟ هذا يعني أن أمريكا تعطي غطاء للعدو الإسرائيلي في ممارسة غطرسته وعربدته على شعبنا الفلسطيني. ليس ثمة جديد يذكر، منذ اللحظة الأولى للحرب ونحن اليوم في 245 العدو الإسرائيلي قتل الإنسان، قتل الشجر والحجر، ويعني قطاع غزة دمر فيه كل شيء. ولولا أن هناك غطاء أمريكيا بهذا الكلام لما رأينا هذه العربدة الإسرائيلية وحالة الصلف التي يمارسها العدو الصهيوني تجاه أبناء شعبنا. وبالتالي أنا أعتقد بأنه
ليس ثمة جديد في هذا الموضوع، هناك حلقات متواصلة من السياسة الأمريكية المؤيدة بل الشريكة للعدو الإسرائيلي في كل ما يجري لأبناء شعبنا. أنا أعتقد بأن الرد الحقيقي على كل مثل هذه الاستهدافات لشعبنا إنما يكون من خلال المقاومة. نحن لا نعول لا على مجتمع دولي لأنه جربنا كل هذه القضايا، ولا نعول لا على الولايات المتحدة ولا على غيرها. اليوم كل هؤلاء ينتظرون رد المقاومة منذ أكثر من أسبوع للمقترح الذي تقدموا به. نحن ندرك أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة صعبة، نحن ندرك بأن شعبنا يمر في ظرف استثنائي، ولكن أعتقد بأن في المقابل أن العدو الصهيوني قد ذاق الويلات في هذه الحرب أيضا ودخل في أزمة سياسية، وبالتالي الرد الحقيقي على هذه الغطرسة الإسرائيلية هو في الاستمرار في المقاومة، خصوصا مع فشل العدو في تحقيق أهدافه، وهو ما يضغط عليه ويزيد لديه من أزمته السياسية. نعم دكتور محمود، فيما يتعلق بهذه النقطة ما تفضل به الدكتور الأستاذ حاتم كلام مهم للغاية، لكن مسألة أن بمقاييس الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة مثلا Human Rights Watch التي وثقت استخدام إسرائيل المجاعة سلاح في هذه الحرب، هذا يعزل إسرائيل أكثر فأكثر ويوسع مدى الحضور للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية من ناحية أخرى. إن أحببت أن تعلق على هذه النقطة. نعم هذا كلام دقيق وصحيح، وهذا نشهد من خلال الاعتراف المتنامي والمتزايد بفلسطين دولة مستقلة، وهذا نشهد من خلال هذا الصوت الجريء جدا لوزير خارجية إسبانيا، رئيس وزراء إسبانيا، الرئيس الروسي، وهؤلاء المسؤولين يتحدثون بلغة لم نشهدها من ذي قبل، لغة تقوم على الدفاع الصريح والجريء للقضية الفلسطينية، وعمليا هم يسهمون في تعرية إسرائيل. وزير خارجية إسبانيا وعدد من الدبلوماسيين الإسبان قبل 5 أيام عقبوا على قرار إسرائيل بمنع إسبانيا من تقديم خدماتها من خلال قنصليتها في القدس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، بالقول أن هذه القنصلية موجودة في القدس قبل أن يبدأ الاحتلال الإسرائيلي. إذا نحن نتحدث عن صراع إعلامي دبلوماسي مباشر. هذا كيف يفيد القضية الفلسطينية؟ هذا يفيدنا كثيرا، وبالذات أن هناك أصوات معومة وكانت ضحية للإعلام الصهيوني ولهذا الزخم الإعلامي الكبير من قبل واشنطن ومن قبل حلفاء إسرائيل. هذا الصوت العاقل والذي ينحاز إلى القانون الدولي الإنساني وإلى الكرامة الإنسانية ويرفض الإبادة الجماعية جاء ليخاطب المعومين بأن ما يحدث ليس دفاع عن النفس، وأن الذي يذبح من جانب واحد هو الشعب الفلسطيني. هذه أمور بالضرورة أنها تعقد المشهد في أمريكا وفي أوروبا الغربية بما يتعلق في موضوع انتفاضة الجامعات، لأن الشرطة الأمريكية والشرطة البريطانية وقوات أمن أخرى أرادت أن تتدخل لتلجم المظاهرات ولم يعد بمقدورها القيام بذلك، ولهذا بدأت إدارات الجامعات بحوارات صريحة مباشرة، وأساس هذه الحوارات ضمان حرية الرأي والتعبير، ولكن ضمن وقف ما يسمونه التشويش على الجامعات واستمرار ديمومة التعليم، ولكن لا مجال لأي مسؤول لأن يطالب الشباب المنتفض بوقف دعم فلسطين. إذا نحن أمام تحول عميق، وعلى صعيد الرأي العام هذا شيء مهم جدا. نعم. ويسهم. نعم. في تثقيف الشعوب. نعم أستاذ حاتم، فيما يتعلق برد المقاومة كنت قد أشرت في الإجابة السابقة عن انتظار رد المقاومة الفلسطينية على المقترح الإسرائيلي الأخير الذي جاء على لسان بايدن، وهذه مفارقة أيضا غريبة إنه بايدن هو الذي يطرح هذه المبادرة أو هذا المقترح الإسرائيلي على لسانه ويتبناه، بينما لا يستطيع إدخال المساعدات والمعونة للشعب الفلسطيني، ويفشل الرصيف العائم يفشل في الثبات أمام أمواج غزة، وبالتالي نكون أمام نوع من الشراكة الأمريكية المستغربة التي تنم بالفعل عن تورط إسرائيلي واضح في قطاع غزة.
نعم، هو بالأساس يعني كل الدور الأمريكي كما قلنا هو شريك للعدو الصهيوني، ولكن بالعودة المقاومة لا يمكن لها أن تذهب إلى اتفاق، لا يمكن أن يكون فيه وقف لإطلاق النار بصورة دائمة. حتى هذه اللحظة إذا كنا ندرك وندرك العالم بأن الولايات المتحدة شريكة وبأنها طرف غير محايد وبأنها طرف غير موضوعي، لا يمكن أن نعتمد الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر قرارا كما أشرت قبل قليل بحق الجنائية الدولية، لا يمكن أن نعتمدها ضامنا لأي اتفاق. وبالتالي فإن ما تعول عليه المقاومة هو ثباتها على الأرض، وإن كنا نسعى بطبيعة الحال إلى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولوقف الحالة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في القطاع، إلا أنه لا يمكن أن نعتمد الولايات المتحدة ضامنا لهذا الاتفاق، بمعنى أنه لابد أن تكون هناك ضمانات واضحة وحقيقية على وقف لإطلاق النار. المسألة الأخرى يا سيدي، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تستشعر بأن هذه الحرب هي مأزق لها أكثر كذلك، أو دعنا نقول بأنها كذلك هي مأزق كما أنها لإسرائيل. اليوم هناك كما أشار الضيف إلى يعني حراك طلابي في الجامعات الأمريكية، اليوم هناك تحولات وتبدلات وتغيرات في المزاج الانتخابي لدى الناخب الأمريكي متعلقة أيضا بما يجري في الأراضي المحتلة. اليوم هناك استحقاق انتخابي أمريكي بكل تأكيد أنه سوف يتأثر بكل ما يجري. تخيل أن القضية الفلسطينية باتت أحد العوامل الرئيسية والأساسية في المعادلة الانتخابية الأمريكية، وبالتالي أن يخرج بايدن إلى الإعلام وأمام الملأ وعلى الكاميرات وأن يقول بأن هناك مشروعاً لوقف إطلاق النار، هذا يعني بأن الولايات المتحدة أيضاً تستجدي يعني بصورة أو بأخرى وقفاً لإطلاق النار، ولكنها تريد وقف لإطلاق النار وفق الشروط التي يريدها الإسرائيلي. نحن كشعب ما رأيك أستاذ محمود في موقف المقاومة؟ يعني هذه الطريقة في المفاوضات بالبندقية منذ عقود طويلة لم نشاهدها على هذا النحو، وهذا العناد المقاوم وهذه القدرة على المفاوضات بقوة وصلابة، ما رأيك فيها؟ أستاذ محمود. طيب نعود أستاذ محمود مرة جديدة، أنقل بهذا السؤال أنتقل به للدكتور محمود. دكتور محمود، ما رأيك في هذا النوع من المفاوضات كما قلت؟ هذا هو نهج متجذر في النضال الفلسطيني وفي الثورة الفلسطينية، هذا وجدناه مثلا في ثمانينيات القرن الماضي عند حصار بيروت، وجدناه في كنيسة المهد، وجدناه في محاصرة مناطق للمقاومين بالفترة ما بين 2000 و2002. هذا نهج متجذر وهذا أمر يتفهم الشعب الفلسطيني كثيرا، وما تطرح المقاومة الآن هو عبارة عن هموم يومية يطالب بها المواطن الفلسطيني، وهو عبارة عن مطلب للإجماع الفلسطيني. لا يمكن أن تجد فلسطيني شريف واحد يريد أن يستمر الاحتلال، أو يريد أن تستمر إسرائيل بتنغيص حياتنا، أو تريد أن تسيطر على معبر وممر نتسريم الذي قطع غزة إلى نصفين، أو يريد أن تنهب إسرائيل خيراتنا من الغاز الطبيعي، أو تريد أن تستمر الإبادة الجماعية. ما يتم العمل عليه هي محاولة لديمومة وقف إطلاق النار ليصار إلى حل سياسي، وهناك من يأمل بأن يتطور الأمر إلى العودة للمفاوضات، إلى الحديث عن اعتراف إسرائيل بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، عن خروج إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 67، الإقرار بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هذا كله له علاقة بدرجة صمود المقاومة وقدرتها على رد الصاع صاعين لهذا الاحتلال الظالم والغاصب، والذي عمليا يعني يفش غليله في المدنيين العزل بعد أن فشل بقهر المقاومة، وبعد أن فشل بالقضاء على المجلس العسكري للتنظيمات الفلسطينية، وبعد أن فشل بتحقيق أهداف الحرب الأربعة التي كان يتحدث عنها، وفي مقدمتها دفع المستوطنين إلى العودة إلى مناطق الغلاف، جلب الأمن إلى جنوب إسرائيل. هذه أهداف لم تتحقق. إشعار القوات بأنها في حالة أمن واستقرار وثبات في غزة، خروج قوات الاحتياط لتعود إلى القطاعات الاقتصادية،
لا يمكن الحديث عن هذه الأمور، بل على العكس تماما. إسرائيل الآن بصدد دعوة حوالي 50,000 من قوات الاحتياط إلى العودة إلى القواعد، سواء في غزة أم إلى المناطق الشمالية، بسبب التهاب الجبهة الشمالية وبسبب عدم استقرار الأوضاع كما تريد إسرائيل في قطاع غزة. إذن أستاذ محمود، يعني هذه من المرات الأولى التي تخوض فيها إسرائيل حربا طويلة بهذا الشكل، وتتكلف يعني خسائر كبيرة جدا ولا تستطيع أن تحسم المعركة. هذه نقطة مهمة. نعم، أطول معركة كانت معركة الأيام الستة، والتي يعني استطاعت إسرائيل أن تقهر الأنظمة العربية فيها وأن تحتل ما تبقى من فلسطين التاريخية. ولكن نحن الآن نتحدث عن إرادة صلبة للشباب وللمقاومة وللمواطن الذي مضطر لأن يصمد رغم الإبادة الجماعية ورغم التجويع ورغم كل ما تقوم به إسرائيل على صعيد خنق جميع شريان الحياة، وحتى من ضمن ذلك القضاء على القطاع الصحي، لأنه يدرك، لأن الاحتلال يدرك بأن المستشفيات هي عبارة عن حاضنة إنسانية فيها الماء وفيها الطاقة وفيها نوعا ما حليب الأطفال، وهذا ما يدفع الاحتلال دائما إلى قصف المراكز الطبية، ليس لأن المسلحين يتحصنون بها كما توهم إسرائيل الرأي العام، بل لأن إسرائيل تدرك بأن هذه عناوين للثبات وعناوين لمساندة الشعب الفلسطيني بما هو موجود من القليل القليل من الماء والطاقة والكهرباء وبعض المستحضرات الطبية. نعم أستاذ حاتم، على ذكر المفاوضات وانتظار الرد، كما قالت في الأخبار إسرائيل بأنها تتوقع أن ترد المقاومة وحركة حماس يوم السبت، ما المتوقع باعتقادك أستاذ حاتم؟ هل الأمور تذهب إلى نوع من الاتفاق وهناك تقارب في يعني بعض البنود، أم أن الأمر ما زال بعيدا؟ هو بالأساس ما كانت قد أعلنت عنه المقاومة قبل أسابيع بالموافقة، يعني يقال بأنه شبيه بما تطرحه الإدارة الأمريكية وما طرحته قبل أيام، ولكن لابد من الإشارة إلى أن موقف المقاومة الآن متعلق أساسا بضرورة وجود ضمانات لوقف إطلاق نار شامل ودائم. لا يمكن للمقاومة بأن تذهب بعد كل هذه التضحيات، بعد 245 يوما ونحن في الشهر التاسع لهذا العدوان، لا يمكن بأن تذهب نحو اتفاق لا ينص صراحة، وأيضا فقط لا أنه فقط ينص، وإنما يجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية من قبل المجتمع الدولي بأنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق نار مستدام حتى لا تعاود إسرائيل في أي لحظة العودة يعني إلى العدوان. ربما تسألني طيب إذا كانت إسرائيل مأزومة ما الذي تريده من وقف العدوان والعودة إلى العدوان مرة أخرى؟ نعم. أقول لك لأن هناك أهدافا سياسية تريد أن تمررها. نتنياهو يواجه أزمة في مجلس الحرب، بني جانت هدد بالانسحاب، بن كفير وسموتريتش من ناحية أخرى يهددون بالانسحاب من الحكومة. ربما أن نتنياهو الثعلب المراوغ يحاول أن يفكر بإطار معين حتى يمض المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية ثم يعاود عدوانه على شعبنا الفلسطيني. ولذلك المقاومة لا أن كفاءتها فقط تنحصر في الميدان، وإنما تبدي قدرا عاليا من الكفاءة السياسية أيضا في إدارة هذا الملف المفاوض، بحيث أنه لابد أن نتحصل على وقت حقيقي لإطلاق النار بحيث لا يعاود الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لابد أن ينص الاتفاق على الانسحاب من قطاع غزة، لابد أن ينص على إعادة الإعمار وكل المطالب التي قد تحدثت بها المقاومة. كل هذه المطالب العادلة أستاذ حاتم، يعني للأسف الشديد لا يبدو أن هناك استجابة أو نية أمريكية لذلك، أو حتى أممية بمعنى إعادة الإعمار أو إلجام إسرائيل عن المزيد من العدوان في مستقبل الأيام بعد أن تأخذ أسراها أو يعني تفرج عن أسراها وما إلى ذلك. فكيف يمكن بالفعل أن يعني ينظر إلى الموقف الفلسطيني الأضعف في هذه الزاوية؟ أنا أعتقد بأنه أصلا ما نص عليه الإعلان الأمريكي قد تضمن كل هذه المسائل، ولكن النقطة الأساسية كما ذكرت هو أنه يكون الاتفاق واضحا في مسألة وقف إطلاق النار. هذا من ناحية.
من ناحية ثانية لاحقا إن ما طلع العدو في مسألة إعادة الإعمار أو الانسحاب في قطاع غزة هو بالأساس يريد الإعراق، يعني إذا كان يريد وقف العدوان يعني هو غير قادر على البقاء في قطاع غزة لأن ذلك سوف يعرضه إلى مسألة الاستنزاف. نحن رأينا بالأمس العملية التي تحدثت عنها المقاومة وكانت عبارة عن عملية تعرضية بعد 244 يوما في رفح، يعني نعم. هذه المنطقة التي حشد لها العدو عشرات ألاف من جنوده تعرض فيها إلى عملية هجومية من قبل المقاومة. إذن المقاومة ما زالت حاضرة في الميدان، المقاومة ما زالت قادرة على استنزاف العدو، وبالتالي لا أعتقد بأن الإسرائيليين سوف يكونوا معنيين بمسألة البقاء، وإن نعم. أظهروا ذلك إلا أن ذلك سوف يؤدي إلى مسألة استنزافهم. أشكرك جزيلا أستاذ حاتم الهرش والدكتور محمود خلوف القضاء، كنتما معي في هذه الفقرة.